ده شي بقاي معانا. إذن مشاهدي ومتشبعي قناة شوف تيفي، عدنا لكم بمباشر آخر دائما من أمام المصحة الخاصة اللي تكفل اللي دخلها أحد الأطفال بعد ما تكفل به واحد المحسن من مدينة الدار البيضاء. معنا الأم ديال الطفل اللي غادي تعبر على الإحساس ديالها من بعد ما ولدها الحمد لله كيقود في أحد أحسن المصحات في المغرب، ولكن قبل ذلك غادي تعاود لنا على المعاناة ديالها قبل ما يوصل ولدها لهنا. شريفة، ولدك باش مريض؟ عنده العرق في راسه مخبلين. اها، شحال هادي باش مرض هاد الوليد بهاد المرض هذا؟ مرض نهار نهار اثنين. كيفاش العروق مخبلين؟ واش من اش جا هادشي؟ ما عرفتش. شكون اللي قال لك عنده العروق مخبلين؟ قال لي تما الطبيب. وشنو الاعراض؟ شنو بان على ولدك؟ شنو بان عليه؟ ولدي مريض بزاف. لا كان عادي توقع؟ كان عادي. عمر ما درت شي حاجه. نهار اثنين حسيت به مريض نعس بكري. نهار ثلاث ملي تمشي من المدرسه قال لي ماما راه راسي دارني وعندي عشقيني عيط لي لابيلانس غادي نموت. عيط لومبيلانس ديال ازمور زدني قالوا لي تمشي جديده. دولي جديده تما بقيت عام تما قالوا لي تجيب لي نديروا لي العمليه راه عنده شي عروق مخبلين شي عندهم نزيف تيدوزو بالدم. قالوا لي جيب لي فطح على راسو ولا شي حاجه؟ لا ما كاين فايت منو دير كسيده في داك الشهر دابا باش دير كسيده. اها، ولكن الطبيب قال لي المشكل ديال العروق حل من الصغر مخبلين لي. صافي وقالوا لي تجيب لي واحد الماتيريال باش نديرو ليه العمليه. مشيت جبتهم عاونوني غير الناس جبتهم. ملي جبتهم قالوا لي ما نقدرش نديرو ليه العمليه حتى ديري لي ليريم. مشيت درت لي ليريم. ملي جبتهم ليهم قالوا لي لا غادي ديه دي الترميده ملي رشت. ملي ديته تمايا قالوا لي خاصو مستشفى الهاروشي. الهاروشي مستشفى الهاروشي. قالوا لي راه عنده شي عروق مبوشين بعد ما كاينش الليزر باش غادي نديرهم غادي باش يتسرحوا غادي تردي الدري الجديده وجديده غتصيفطك الرباط. بقيت تمايا كن يعني ورجعي الجديده وصيفطك الرباط تيموت تيموت. بقيت تمايا جات شوفتي بيا الله يكثر خيرها وقفوا معايا وجات هاد السيد وجا واحد والاول جا شوفتي بيا اللي جا واحد السيد عيطوا جابوا لي للسبيطار. عاوني الله يعاونو الله يعطيه الصحة. دزتي في قناة شوف تيفي وجهتي نداء للمحسنين. ويدخل هذا السيد هذا اللي جابو دابا دخل على الخط اتصل بيك. شنو قال لك؟ من اتصل؟ اتصل بشوف تيفي. هي اتصل بيا انا. شوف تيفي اتصل بيك. يا تكون صافي ويعيطوا لي عيطوا هضر مع شوف تيفي قال لهم دو الدري. دو السبيطار جابوا لي السبيطار. جابوك هنا الشيخ خليفه. الشيخ خليفه. المهم دابا ولدك الحمد لله دخل يتعالج. الحمد لله ولدي سير كيتعالج. شنو الاحساس ديالك انت وليدك اللي كنتي كتقلبي بين دخلي السبيطار وما لقيتيش ليه بلاصه ما لقيتيش ليه؟ كل ما عاونوا شوف تيفي وهذاك السيد الله يكثر خيره الدري مات ليا حيت الدري راه من الوحده ديال النهار حتى الجوج ديال الليل وانا انت كدوري به في السبيطار واقفه تما عند الباب. عاونك هذا السيد وسمعت بان حتى سياره الاسعاف حتى هو مكفل مسكين فابو يعني باقيين ولاد الناس. بقى معايا مسكين. اجي اختي تفضلي. اجي تفضلي. انت شنو كتجي للوليد؟ انا عمتو خوت عمتو. تفضلي لالا. اخويا السبيطار ديال المخزن السبيطارات ديال الدوله كلهم بقينا الابواب. بقى حدانا لالا بقى حدانا. الابواب كلها مسدوده في الوجوه. نعم. قالوا لنا جيبوا الماتيريال شفناه شي عند المحسنين الله يكثر خيرهم جابوا لنا الماتيريال درنا لي ليرين. جينا على الطبه في جديده قال لك حقه راه ما كاينش هاد العمليه دار هنا سيروا ديو للدار البيضاء. هزيناه جبناه للدار البيضاء باش جبناه للدار البيضاء قال لك هبطوا الجديده حطوه وحده فيكم تمشي للرباط تشد رونديفو. وامتى هاد الدري امتى غيتعالج؟ امتى؟ تيموت تينوض الربيع فوق القبر ديالو عاد يجي الرونديفو ديال في سبيطار الدوله. وسيدنا كاع مأهل لينا السبيطارات وكل شيء ولكن الطبه اللي غادي يخدموا يديروا العمليات ما كاينينش. جهاد المحسن. وجهاد المحسن بقينا درنا فيها هاد شوفي شوف تيفي شوف تيفي درنا فيها هكا بقينا كنهضروا فيها بحال هكا. درتوا فيها مباشر مباشر اتصل بكم ودرتوا الرقم ديالكم. درنا الرقم ديالنا ديال مرت خويا. عاد هاد المحسن عيط لمرت خويا قال لها كاين كاين جيبيه لنا الشيخ
عاد جابوه الشيخ خالد. الحمد لله بانه هنا يدخل دابا. اه دخل. دابا طمنوكم عليه قالوا لكم سيرو السيد ناعس غير الوليد ناعس الحمد لله. صافي دابا دخل دابا دخل. آه. ولكن حنا بغي جينا من جديده جينا للسبيطار السبيطار ديال الهاوشي دخلنا عليه دخلوا ما نزلش الدري من فوق الباياس ديال لومبيلونس. قال لكم داروا لي البلاصه لا والو قال لك غديروا لي سكانير قال لك غديروا لي سكانير درنا لي سكانير تما درنا لي سكانير شويه باش الطبيب قال لك غنتشاور مع الطبه وهذه شي ساعتين حنا جينا مع الوحده من جديده حتى لديك ال 11 الليل عاد جا عندنا الطبيب قال لك لا هذا خاصكم تهزوا وديروا الرباط واحد السيد تمايا ويقول لنا شافنا حالتنا هكاك خرجنا عند الباب وبقينا باركين عيط لواحد السيد اخر هذاك السيد هو اللي اتصل بهذيك شوف تي في هذاك سيرجو سيرجو ولا ما سوردو 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 هو اللي سوردو فاعل جمعوي فاعل جمعوي ماشي هو اللي ماشي دري اخر كاين تمايا قال لنا غنشوف لكم واحد السيد غنعيط لكم عليه بيعيط لنا على هذاك سوردو جا بغي جا هو اللي عيط بقى كيهضر في 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 التليفون بقى كيهضر يدير لايف عاد قال لهم جاو هذاك دخلت هذيك شوف تيفي ولكن الفضل كيرجع لهذاك الولد اللي ما كنعرفوه ما حتى شي حاجه هو اللي عيط هو اللي عيط لكم السيد اللي شوف تيفي اه عاد ما حنا ما كنا بقى نبقاو تما عاد الحمد لله دابا انتم طمنتوا على وليدكم آه الحمد لله الحمد لله بغيت عيط لقى العلاج المحسن الله يجازيه بالخير هو اللي دخلنا هنايا وتكلف بكل شيء الله يجعل ربي لي في الميزان المقبول يا ربي امين شكرا وشكرا لهاد القناه ديال شفتي 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 اذا شكرا مشاهدينا الكرام معنا الام والعمه ديال الطفل اللي تلقى العلاج الحمد لله كتضحك الضحكه ديال الام سبحان الله العظيم الضحكه ديال الام من بعد ما ولدها دخل يتعالج كنتي قطعتي ياسك من العيله احنا بقينا غنبقاو عاد كنتي غادي يموت كما قلتي لي غادي يموت زعما وكان ما دخلوش صافي صافي انا تاكدت انا بانه غادي يموت واش تصور كيقول لك غاتشي الرباط وغاتشدي رونديفو وغاتهو غاديه الجديده ويقدروا الجديده ما يقبلوش لا كيشدوه وهاد الدري انت غادي حتى يموت وندفنوه وينوض والحاله ديالو كيفاش باش قاربين الناس كيسولوا الحاله ديالو كيفاش كانت واش دايخ مغيب كيغيب شنو كيدير مغيب مو مغيب راه غيب مره ما يجوش وكنمشي على الطبيب كنقول ليه راه غيب تغيب عند مرات كنت طبيبه في طبيبه في السبيطار الهاروشي جيت عندها قلت لها كاين قالت لي انا ما نتكلفش به خاص الطبيب ديال الراس هو اللي يجي ملي جا الطبيب ديال الراس قال لك انا خاصني تنشوف بروفيسور الكبير يعطينا الاذن وفين هو البروفيسور الكبير؟ مشى وعدو قال لك حق راه هذه العمليه ما كايناش هنا فين كاينه؟ كاينه في الرباط في الرباط شوت الرباط كاينه في الرباط والوليد مع الوحده ديال الليل غادي تهزوه الجديده ومن الجديده يتسناو رونديفو في الرباط يعني كيف قلتي تينوض على قبره وربيع ينوض ربيع عاد القبر عاد غيجي هذاك الرونديفو ونتمناو هذه الرساله توصل هذه الرساله هذه توصل للسيد وزير الصحه نتمناو توصل لسيدنا سيدنا الله ينصرو سيدنا محمد السادس اللي قايم بكل شيء موفر لنا اي حاجه ولكن ما كيخدموش طب ما كيخدموش كيخلوا تهاونوا على المرضى يتهاونوا على الكبار يتهاونوا على الصغار تيموتوا كيمشيو ضايع هكا كيموت كون يبادروا بهم في الوقت في هذاك الوقت في الوقت اللي فيه هو مضرور غادي يصح كيخلوك يتهاونوا عليهم كيتهاونوا على المرضى كيتهاونوا على الدراري الصغار على الكبار كيبقاو حتى كيضيعوا كيموت كيقول لك حق راه مات الله يرحمه ما عندنا ما نديروا لك ليه الحمد لله ملي ربي كتب هاد الناس على ولدي وتشافى لي ولدي داخل كيتعالج الله يكثر خيره ونطلبوا من الله الله ينصر سيدنا امين الله ينصروا الله يحفظوا لينا امين اذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه نلتقي في مباشر اخر قوما